ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أعلمكم كيف تسوون هالشكل الهندسي بشكل سريع وميسر. خليكم معنا. أنا اخترت حرف الفاء، وطبعا خط بيان يكون أقرب إلى الثلث أفضل عشان يعطي شكل جمالي. نضغط من لوحة المفاتيح على حرف R، بعدها نضغط Alt ونكبس في مكان على أساس نكون مركز التدوير اللي راح يكون حول هذا الحرف. طبعا نختار الدرجة 30 ونضغط كوبي. الآن من لوحة المفاتيح نضغط كنترول أو كوماند دي إذا كنت تستخدم الماك، نكرر حتى نصل إلى هذه النتيجة. هذا اللي حبيت أفيدكم فيه، ويعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة. لا تنسون المتابعة لحسابي وإكسبلور، وتعليقاتكم مفيدة جدا لي.